شكرا للزميل خالد بشير من كسر الحبيبه واللي قام لنا بالتقرير الجميل ده عن خشم القربه الجميله زي ما نحن شفناها. يتواصل الجمال والجمال جمال مختلف من كل انسان لانسان، والجمال نسبي. لما نتكلم عن الجمال بنتكلم عن بشره وعن تجميل وعن اضافات وعن حاجات قد تكون مختلفه، وتحديدا للمراه والست السودانيه بالتحديد اللي بتبحث عن الجمال ولتكمله الجمال. نحن حنشوف الجمال ذاته معاييره شنو، وهل الجمال ممكن يصنع ولا الجمال هو موجود جوانا نحن محتاجين نطلعه بطريقه مختلفه وباشياء بسيطه. اذا اهتمينا بصحتنا ممكن نظهر جمالنا. سعيده جدا تكون معي في هذه الفقره استاذه اسراء زكي خبيره تجميل، اهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. صباح الخير عليك وصباح الخير على السودان كله، واخباركم شنو؟ نحن كويسين وصباح الاناقه والجمال. شكرا اللي طلتك. تسلمي كثير. اول حاجه عملتها اسراء يا جماعه، هي اول ما جات شالت شربت مويه، فانا كده اول حاجه عرفت انه في سر كبير ما بين الجمال والمويه. فعلا صح. خلينا نشوف يا اسراء. طبعا اهم مركب للبشره، والليله رح نتكلم عن البشره، واهم من المركبات الاساسيه للبشره طبعا المويه. كل ما ادينا جسمنا مويه كل ما ظهرت لنا المويه بتالق، وورتنا انه جسمنا كيف حيكون محافظ على رونقه وعلى مرونته وعلى كل الحاجات دي. جميل. اسراء، بنسمع الستات عموما بتقول لك والله نفسي بشرتي تبقى نضره. فعلا. النضاره بتجي من وين؟ شنو الاهتمام اللي بيخلي البشره ذاتها نضره يعني؟ اهم المركبات زي ما قلتي وزي ما ذكرنا قبل شويه المويه. طيب. فلما نحن ندي بشرتنا من جوا مويه بنحافظ على المركب الاساسي في جسم الاسنان اللي بيخلي الاسترتشنج عالي والرطوبه عاليه. الترطيب الخارجي مهم جدا، لكن الترطيب الداخلي اهم بكثير، واهم نحن نعتني ببشرتنا من ناحيه انه نحن نديها فيتامينات ونديها كل الحاجات المحتاجه لها من داخل الجسم. جميل. هل البشره هي ذات انواع؟ يعني انا لو جيت اتكلم عن البشره واذا انا دايره اعتني ببشرتي المفروض اعمل اعرف نوع بشرتي شنو عشان اهتم بها، ولا ممكن اي حاجه؟ لا طبعا البشره اربع انواع: البشرة الجافة والبشرة الدهنية والبشرة المركبة والبشرة المختلطة. فكل نوع بشرة بتحتاج اهتمام معين. نعم. أنا كيف أحدد إنه بشرتي واحدة من الأربعة ديل مثلا؟ طبعا في علامات بتظهر في الجلد الخارجي، القشور والجفاف طبعا بتحتوي على البشرة الجافة، بتحتوي على قشور وجفاف. البشرة الدهنية دائما دهون وحبه بتاعت زوان وحبه بتاعت حبوب. المركبه دي بتكون في التي زون اللي هي المنطقه النصف تحت الجبهه. أيوة. الجبهه والانف واندر اللبس تحتها. فعموما يعني كل تركيبه بشره انت بتعرفي من خلالها انك تستعملي لها يا مركب. جميل. لكن اذا نحن جينا شفنا البشره بنلقى نحن في السودان تحديدا اهتمامنا بالبشره الواحد تقول لك ترطب وتتمسح. المسيح ده ذاته اول حاجه اللي انا بتمسح بها دي. أيوة. من زول لزول بتختلف طبعا. اللي بينفع مع بتاع البشره الجافه ما بينفع بتاع البشره المركبه. نعم. شنو من الحاجات المغذيه للبشره ممكن الانسان يستخدمها كاستخدام خارجي للجلد عشان ما يرطب فيها؟ طبعا البشره الجافه طبعا بتحتاج لمركبات مايله للدهنيه اكثر ومركبات ثقيله. اما البشره اللي هي عباره عن جافه بتحتاج لمركبات مختلفة. فنحن بنختار الحاجات على حسب بشرتنا وعلى حسب نحن الاحتياج الخارجي للاعتناء بالبشرة. في بشرات حساسة جدا ما بتقدر تعملي لها أو تمسحي لها مركبات ثقيلة. فعلى حسب كل نوع بشرة نحن بنستخدم لها منتج معين. فالمنتجات الدهنية دائما للبشرات الجافة، والمنتجات الخفيفة واللي بتحتوي على الكولاجين للبشرات الحساسة. بنلقى في فصل الشتاء تحديدا، وبما انه نحن في الشتاء البشرة دائما بتتأثر. التأثير اللي بيحصل في فصل الشتاء شنو ممكن يخلي لنا البشرة ممكن تتغير من جافة لمركبة او من مركبة لجافة بمرور المناخ مثلا؟ طبعا الشتاء بيختلف عن باقي المناخ وبيختلف عن باقي زي ما بيقولوا زي الباقي بتاع التفاصيل. فانا بفتكر انه الفكره بتاعت انه الزول يعتني ببشرته في الخريف غير انه يعتني بها في الشتاء او في الصيف. ايوه الشتاء نحن بنحتاج نقشر الطبقه الخارجيه ونطلع منها القشور الخارجيه عشان البشره تتبصل لنا اكثر الترطيب. الترطيب.
هل التقشير اللي بتتكلم عنه نحن نقشر البشره، كيف انا ممكن اقشرها بحاجات ممكن تكون هي موجوده في البيت بدل ما انا اضعر تقشير كيميائي مثلا عشان ما اتلف البشره او ممكن انا اسبب لها نوع من الضرر؟ ايوه طيب، انت هسه ذكرتي لي موضوع مهم جدا. التقشير الطبيعي نحن عندنا تراديشنال، عندنا انواع معينه اللي هي العروكة والحمام المغربي وازاله الجلد بطريقه رطبه في البيت بطريقتنا نحن السودانيه العاديه. اما بالنسبه للتقشير الكيميائي بنعمله نحن بعد فصل الصيف، فبنشيله ضربه الشمس، وبنفس الوقت بعد فتره الصيف بيكون الجسم شويه رطب فبيقدر يستحمل التقشير الكيميائي. في مرات ناس مهم لهم التقشير الكيميائي لانه بيكون في كدمات او حروق بتاعه شمس لازم تطلع بالتقشير الكيميائي. اما التقشير العادي فبفتكر انه أي ست، ايوه اي ست او اي مدام او اي بيت لازم تستخدمه في البيت كروتين يومي بالسكراب او بالتفاصيل اللي عندنا نحن كسيدات سودانيه. نحن في الفتره الاخيره في السودان حصلت لنا نهضه من الجمال والتجميل. نعم. نحن مما قمنا لقينا امهاتنا في البيوت وخالاتنا وعماتنا عندهم طريقه معينه. أيوة. نحن بدينا نبرز جمالنا وطريقتنا بحاجات قد تكون مضره بالنسبه لنا، وبما انه نحن نتكلم عن البشره نحن ما دارين نضرها بل بالعكس دارين نغذيها بصوره صحيحه. أيوة. صحيح. شنو من الحاجات المضره اللي ممكن تمنعي منها الشابات والبنات والنساء انهم ما يستخدموها عشان ما يحصل ضرر للبشره، وقد تكون البشره اذا ضرت ما بترجع لطبيعتها؟ طيب انا حاربط الحلقه دي بحلقه سابقه كانت في قناه الشروق تقريبا 16 او 2017، كنا بنتكلم فيها في الفتره دي عن استعمال الكريمات. أه. استعمال المبيضات والكريمات والكورتيزون والحاجات دي كلها ذكرناها سابقا. أه. فحاليا النساء السودانيات جاتهم نهضة ووعي خرافي في إنه بيجوا ما بيستعملوا الكريمات المبيضة، الكريمات من البوتيك، الكريمات الما معروفة أصلها أو تاريخ إنتاجها أو منطقة إنتاجها. فالمرأة السودانية اختلفت وبقت أكثر أناقة وبقت أكثر اعتزاز بلون الأصلي. جميل، دي واحدة من الحاجات الحلوة اللي بترسخ فينا نحن ذاتنا الثقة بالنفس اللي بتخلينا، لكن ممكن نكون محتاجين لشوية من الحاجات للنضارة نحن إذا عملناها بنمشي فيها. أيوة. كخبيرة تجميل، العروسات دائما لما يجوا للخبيرات فيهم اللي بتكون عارفة إنه كيف تهتم ببشرتها، وكيف هل العروس مفروض تواكب مع خبيرة التجميل في إنه من الأول توريها شنو الخطوات اللي أنت ممكن تمشي عليها؟ صحيح؟ أكيد. طبعا المواكبة والنهضة اللي حصلت في الفترة الأخيرة في فترة الثلاث سنين الأخيرة خلت إنه كل عروس تجينا جاهزة عارفة تفاصيلها، مرطبة بشرتها كويس جدا، مهتمية بشعرها، مهتمية بتفاصيل الباقية كلها. جميل. فخففوا علينا عبء إنه نحن كان بيجونا يعني واحدين عندهم حروق وقشور وتفاصيل من استخدام سيء للكريمات. فالنهضة اللي حصلت بجد أدتنا حاجة ملحوظة جدا في الصعيد المهني حقنا، إنه التفاصيل بقت ذاتها أجمل. العروس بقت تطلع بطريقة أجمل وبطريقة أندر. يا سلام، دي واحدة من الوعي التام للشابات فعلا بيجوا يعرفوا إنه كيف يهتموا بالبشرة، لكن دوركم أنتم في المجتمع أستاذ إترا بما إنك خبيرة، التوعية لكل الشابات ولكل البنات اللي بيحبوا انهم يهتموا، يعني كل ست وكل انسه بتحب انها تهتم بنفسها عشان تطلع لما تطلع تطلع بشكل يليق بها ويكون جميل. لكن بتكون في اخطاء هي بتقوم بها وما عارفه انه الجلد ده لما يتقشر مره ومرتين وثلاثه قد ما يرجع لطبقته الاصليه. صحيح؟ صحيح. وممكن مع التقشير الكثير يعرضنا للتجاعيد، يعرضنا لحروق، يعرضنا لكدمات بتحصل ما بتروح بالساهل، بتاخذ لها سنين من المعالجه. واحدة من الحاجات تعرض الشابات أخيرا للليزر في كل علاجاته المختلفة، هل دي عنده علاقة بأنه يتلف البشرة أو يسبب لنا مشاكل للبشرة، أو إذا واحدة بتستخدم ليزر بصورة دائمة لأي من المشاكل؟ عموما أنا الليزر ما بحبز أنه يكون في مراكز التجميل نهائيا، لازم يكون في عيادات طبية متخصصة أو عيادات تجميلية متخصصة في أنها تستخدم الليزر. في السودان عندنا الليزر متوفر لكن تحت أيادي خبيرات طبيبات ممتازات جدا. الليزر أنا بعتمد إنه يكون علاجي أكثر من تجميلي، فالتقشير بالليزر يكون عنده أسباب معينة زي الكلف وزي التجاعيد السيفير العميقة
التصبغات الجلدية. أيوة، فاستعماله المتكرر بيكون بواسطة طبيب عنده هدف معين إنه يصل لنتيجة معينة. لكن كتكشير في مراكز تجميلية ساي هسه الحمد لله في السودان ما في، وعندنا محاذير كثيرة والكنترول جميل. دي حاجة واحدة من الحاجات كويسة. واحدة من الحاجات اللي برضو ممكن ترهق البشرة والوش تحديدا المكياج، المكياج الدائم للبشرة، هل وعدم إزالته بطريقة صحيحة ده ممكن يؤدي لنا لأضرار؟ طبعا لازم أي ست أو أي مدام بتطلع الشغل الصباح بتخط منتجات معينة للمكياج حق الصباح. فمثلا الصباح دائما بنخط الكريمات الخفيفة زي البي بي كريم، الكفرنج بتاعه متوسط، فإزالته بتكون سريعة وامتصاصه للبشرة ما بيكون عميق. أما مسائيا وسهرات لازم قبل ما تنوم لازم تشيل كل المكياج عن وشها وتغسل وشها مرتين لثلاثة مرات وترطب بعد ذلك وتخط السيرم الليلي أو العناية الليلية اللي بتطبق لها يوميا. ده برنامج مفروض الست تقوم به يوم دي اللي مفروض يكون روتين ثابت عشان ما تحافظ عليه؟ أيوة طبعا، نحن هنا أمسياتنا ما دايما نخط مكياج تقيل إلا لما يكون عندنا أعراس أو مناسبات سهرات. أو سهرات، فالوحدة لازم تطبق ما بعد إزالة المكياج. جميل، دي واحدة من الحاجات الجميلة. واستخدامنا ذاته يا إسراء لمستحضرات التجميل قد تكون ما أصلية، يعني بنستخدم هيكوبي مثلا، حاجات ما أصلية، ما ماركات، الحاجة دي بتأثر برضو عند البشر؟ فعلا، أنا سجيتك للنهضة اللي كنا بنتكلم عنها قبل وأول. في الفترة الأخيرة السفرات بتكون كثيرة والبازارات بقت كثيرة جدا، فتوفرت الكوبي البراند الأصلية، فبقى في وعي إنه زول يشتري حاجة براند بتفضل معه فترة أطول، بتديه لبشرته نتيجة أفضل، بتجنبه الحبوب والآثار، وبتجنبه كمان الإفكت اللي بيكون حاصل من ردة فعل منتج ما معروف أو مجهول. فحاليا الوعي إنه نحن نشتري حاجة براند بتدينا نتيجة كويسة شديد، وبنقدر نزيلها بطريقة مريحة وبتدوم معانا بصورة أطول وبتدوم بطول. واحدة من الحاجات اللي بنعاني نحن منها في السودان الشمس، عندنا الشمس حارة وحراقة جدا، والناس بتطلع في الشمس عشان تقضي أغراضها. نحن ما قاعدين نستخدم واقي الشمس بصورة صحيحة، هل مهم جدا إنه نحن نستخدمه؟ حتى ممكن واللي بنلقى بيستخدمه للفيس فقط أو للوش فقط، وما بيستخدم حتى باقي الأطراف الجسم أو كده، مهم الحاجة دي؟ فعلا. طيب أهم نقطة إنه نحن في بلد استوائية الشمس فيها تقريبا شبه عمودية. أيوة، من الصباح بدري تقريبا الساعة 6:30 صباحا بتحسي إنه الشمس شوية سخنة، وسخنة شمس الصباح حارة. أيوة صراحة حارة، وعادة ونحن سايقين على الدوام أو نحن طالعين على الدوام بنتعرض لها، واقفين للمواصلات بنتعرض لها. فإنه نحن نطبق في بشرتنا واقي شمس لازم يكون بدرجات معينة. فأنا بفتكر الواقي الشمس اللي بتطبقيه الصباح لازم يكون less than 25% منه SPF، والمسائي يكون أقل من 50. يعني لازم طيب الناس اللي بيستخدموا 160 وال 55 والحاجات دي عندها ضرر؟ كل ما كان عامل الحماية عالي عالي كل ما الإفكت بتاع الانعكاس كان منخفض بالله، وكل ما كان عامل الحماية قليل كل ما كان امتصاصه في البشرة كويس والارتداد بتاع الأشعة أحسن. البشرة عموما قد يكون الحديث عنها طويل وكثير، وإذا نحن عايزين نهتم بها بنلقى إنه الناس بيقول لك والله يا أخي أنا عندي مناسبة دايرة لي حاجة تفتح لوني بصورة سريعة. أيوة. بدون ما تحس إنه الحاجة دي ممكن تسبب لها ضرر، شنو من الحاجات اللي نحن ممكن نقول لها يا أخي إذا أنت في البيت في المطبخ استخدمتيها هي بتعمل لك تغذية وتعمل لك تفتيح ونضارة أجمل من التفتيح اللي أنت بتفتش فيها؟ تمام، نحن من زوات البشرة السمراء، أو أنا بعتبر إنه بشرتنا دي جولد الذهب، فأي منتج بيميلنا للصفار أو بيزيل التصبغات زي الكركم، زي مثلا الترمس، زي الحاجات حقتنا اللي في المطبخ استعملناها كماسكات بتشيل لنا من الدرجة بتاعت ضربة الشمس اللي احنا بنعاني منها، وفي نفس الوقت بتدينا اللون البرونز أو اللون الأصلي حقنا اللي احنا بنتميز به، ما بتخفي لنا لوننا الطبيعي الجميل. أيوة لونه جميل جدا، عشان كده بنلقى الشارع والشباب كلهم بيقول لك البنات بيقولوا تشابه يا سراء زمان
حاليا الان او شكل الميك اب يعني أيوة تلقي الناس يمكن شكل رسمه شكل الحواجب الاي لاشز او طريقه ابراز المعالم او المكياج بقتنا نحن قريبات لبعض. لكن حاليا انا عندي نظره او بشوف في الشارع بانه البنات بجد بيجوا ديفرنت ما زي زمان. زمان كان استعمال الكريمات بيخلي التون واحده لون البشره واحده وكذا، فهسه حاليا انا شايفه في اختلاف كثير وفي اختلاف اجيال لو لاحظتي. صحيح الجيل الصغير بقى اكثر برايدنج ولامع واكثر اهتمام يعني هو ذاته بيكون أيوة. حاسس انه عايز يعمل حتى حاجات فعلا ما تاثر عليه او تضر أيوة البشره فعلا. بتاعته لو لاحظتي التينيجر ما بين 16 سنه لحد كم 20 سنه بيقوا حاليا عندهم فوكس شديد بالاهتمام ببشرتهم بالميك اب باللبس بكل التفاصيل الحاصلة. صحيح وده ملاحظ في الايفنتات اللي بيعملوها خبيرات التجميل والدورات التدريبيه في انهم كيف يوروا حتى احنا لما نجي نتكلم عن المكياج بنلقى بيجي تصحيحي فقط. فعلا انا شاكره لكل خبيرات التجميل لانه في الفتره الاخيره بيجوا يعملوا توعيه شديده وبيعملوا بازارات وبيعملوا تدريب كورس للبنات وبيعملوا تاهيل كمان لخبيرات جديدات ببراند وب أدوات وتفاصيل أكثر احترافية. إسراء واحدة من الحاجات اللي احنا بنتضرر منها برضو في السودان وخلينا نقول إن هي موجودة استيل، ممكن تلقي واحدة قرت كورسي شهرين ثلاثة أو تعلمت كيف إنها تعمل تركيبات صيدلانية وتعملها للبنات وممكن يكون فيها ضرر. طيب دي حاجة ممنوعة نهائيا، وأنا بفتكر إن عندها قانون بقيدة تقريبا. أنت ما طبيبة ما قريتي التفاصيل ما في داعي انك تستخدميها، بتعرضي نفسك لمشاكل قانونيه وبتاذي غيرك اول حاجه، بتاذي بشرتها. فالتركيبات الصيدلانيه دي انا عندها افتكر محل معين تفاصيل معينه بتتعامل بواسطه دكاتره معينين. فاي زول بيعمل كورسات زي دي او زول بيدخل زول تدريب زي كده انا بفتكر انه دي لازم يكون عندها ضبط مجازفه كبيره ايضا كمان أيوة. ببشره الشابات يعني أيوة. دي واحده من الاخطاء ضبط لانها بتاذي توصل لمرحله الحريق الثقيل جدا. صحيح أيوة. اسراء بما انك خبيره نحن عايزين منك رساله اخيره، ونحن حنجيبك مرارا وتكرارا حتكوني ضيفه معنا عشان ما نتكلم عن الجمال ومعايير، وبما انه اليوم حنتكلم عن تكلمنا عن البشره الحلقه الجايه ممكن نتكلم عن حاجه ثانيه، لكن رساله ممكن تقدميها لكل الستات البيوت اللي بيتابعونا الان ولكل الشابات اللي مهتمات بالجمال. صباح الخير عليكم، وبقول لكم انه اهتمامكم بالبشره مهم جدا وهو اللي يخليكم محافظين على فكرة الشباب، وأنا بفتكر فكرة الشباب فكرة مؤقتة جدا، اهتمامنا فيها بيؤدي إنه نحن نحافظ على بشرتنا وبنحافظ على النفسية اللي جوا بتحافظ على سعادتنا مدى الحياة. نعم أنا شاكرة ومقدرة لوجودك معنا في هذا الصباح، جملتينا بهذا الجمال اللي نحن شفناه منك من البشرة، وأيضا كمان تعرفنا على أنواعها وعرفنا كيف نحن نهتم ببشرتنا وما نضرها ونكون حريصين عليها والضرر اللي ممكن يحصل بها. شكرا لك.